الاجتماع ديال اليوم هو اجتماع تأسيسي الأول جمعية اللي كتجمع الجمعيات ديال التوزيع في المغرب. هذا المشروع كانت له دورات تحضيرية، الأولى كانت 2018 في لوزاكا، والثانية كانت في أبريل 2019 في أكرا. بطبيعة الحال كانت واحد نوع المنافسة حول البلدان باختيار البلد اللي غيكون فيه تأسيس. فالعمل والمجهود الجبار اللي دارته اللجنة المغربية اللي كانت بوكبة جعل أن التوزيع جعل أن تأسيس ديال هذه الجمعية اللي هي مهمة يكون في المغرب. فالغرض من الجمعية هو أولا تبادل التجارب وتبادل الآراء وحاول التطورات ديال المهنه ديال التوزيع في المغرب، التوزيع الصيدلي ولكن التوزيع كذلك في افريقيا. كتعرفوا الاهميه الاستراتيجيه ديال التوزيع بالنسبه لاي سياسه قطاعيه. فبلد ما يقدر ما يكونش عنده منتوج سواء كان دواء او غيره إلا ما كانش يمكن له يصنعو، يمكن له يستورد، ما يمكنلوش يستورد التوزيع، لأن التوزيع كيرتبط بالثقافة المحلية، كيرتبط بالقيادات المحلية، كيرتبط بالإمكانيات المحلية، كيرتبط خصوصا بالقدرة الشرائية ديال المواطن، لأنه هو اللي معني بالعملية، هو اللي كينجحها أو ما كينجحهاش. فإذا هذا اللقاء الغرض منه هو أولا إبراز الدور ديال المغرب وانخراطه في أفريقيا، خصوصا بعد الرجوع للاتحاد الإفريقي، وخصوصا بعد ما دار حوالي 1000 اتفاقية اقتصادية، ولكن يعني كذلك طابع اجتماعي مع مجموعة ديال الشركاء. الاجتماع ديال اليوم كيهتم اساسا بالجانب اللي كيهم الصيدلة بصفة عامة، ولكن التوزيع بصفة خاصة، ودور التوزيع كأساسي في الاستثمار في أي بلد ما. لو يعني المستثمر ملي كيعرف أن كاين إمكانية توزيع منتوجه من طبيعة الحال كيعطي أسبقية لهذا البلد. كذلك الحالة اللي أو الوضعية اللي كيكون فيها البلد، وضعية الاستقرار، هذه كل عناصر اللي اليوم كنقدموها كنموذج للمغرب، يعتبر نموذج في ميدان الصناعة بصفة عامة، بصفة عامة سواء كان الصناعة والتوزيع أو التصريف. والمغرب مصنف فيما يخص الدواء مصنف في أوروبا، حيث أن كل المعايير اللي هي معمول بها في أوروبا وعالميا، المغرب هو الوحدات اللي كاينه في المغرب هي ملزمة بالطبقة، سواء في ميدان الصناعة أو في ميدان التوزيع، حتى في ميدان التصريف. الوضعية اللي نعتبرها متميزة بالنسبة للمغرب هي اللي جعلتنا أولا اللي جعل المجموعات ديال مجموعة كبيرة ديال البلدان اللي مشاركة معنا اليوم، كانوا 16 بلد واللي كتغطي كل جهات أفريقيا، سواء في الشمال كاين في الجنوب كاين في الشرق وفي الوسط. من طبيعة الحال كانت منافسة حول المكان اللي غادي يكون فيه تأسيس، والمنافسة الثانية غادي تكون حول المكان اللي غادي يستقبل أو اللي غادي يكون فيه المقر. فالمغرب نجح كنا نعتبره أنه نجح في الشطر الأول. اليوم صباحا كانت حاضرة حول بجانب 16 بلد إفريقي كل الوحدات ديال التوزيع في المغرب،
كلهم تحملوا يعني التعب وحضروا. والجلسة الصباحية كلها مخصصة لمواضيع كتهم التوزيع وكتهم المواطن وكتهم دور التوزيع في 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 تقريب الدواء في تقريب المنتوجات اللي كتعلق بالصحة. في الجلسة المسائية غادي نخرجوا بأول اجتماع أو أول مجلس إداري للجمعية، وكذلك نخرجوا بقرار اختيار البلد المضيف اللي غيكون فيه المقر. ومن طبيعة الحال المغرب قدم ترشيحه ونتمناو أننا كذلك نتوفروا ننجحوا يعني في هذا التحدي. شكرا. سي بون، بارك عليكم.